English الصف الثاني الترم الأول Unit 4. أهلا بكم يا سنة تانية في قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد يا سنة تانية. دلوقتي هنكمل وهنبدأ في Unit 4 واسمها Time to Play Sports. Time to Play Sports يعني وقت لعب الرياضة. Unit 4 جايب لنا Listening وSpeaking وريدنج وستوري. الليسننج والسبيكنج هنبدا بيهم ونشوف جايبين لنا ايه. صحابنا هم بيلعبوا مع بعض ويلا نشوفهم بيقولوا ايه لبعض. ده بيسال سؤال وبيقول ايه، بيقول لزميله كان يو كيك ذا بول، كان يو كيك ذا بول. ليسن يا سنه تانية، ليسن وريبيت، اسمعوني ورددوا ورايا. كان يو كيك ذا بول، كيك ذا بول. Can you kick the ball؟ تقدر تشوط الكرة؟ صاحبهم قال لهم ايه؟ No I can't. No I can't. لا انا ما اقدرش. فصاحبهم التالت رد قال لهم ايه؟ قال We can help you. يعني احنا نقدر نساعدك. We are one team. احنا كلنا فريق واحد، يبقى احنا نقدر نساعدك عشان احنا كلنا ايه؟ فريق واحد. يلا نكمل ونشوف. طيب دول برضو بنات صحابنا بيلعبوا مع بعض، فبتقول لصاحبتها Can you throw the ball. تقدري ترمي الكرة تحدفيها؟ قالت لهم ايه؟ Yes I can. لما نيجي نجاوب ونقول ايوه اقدر، نقول yes I can. I love basketball. يعني انا بحب العب الباسكت بول اللي هي كرة السلة. وناخد الاسماء اللعب دي بالتفصيل كمان شوية بس خليكم مركزين معايا. It's fun. دي لعبة ممتعة جدا. طيب يلا نكمل ونشوف السبورتس بتاعتنا، الرياضيات، الرياضة بتاعتنا جايبة لنا ايه. اول حاجة جايبها لنا كيك، يعني يشوط. كيك ده كده بيعمل ايه؟ كيك. طب انا عايز اقول انا بقدر اشوط الكورة، نقولها ازاي؟ I can kick the ball. يبقى ده بيعمل ايه؟ كيك. طب انا بقدر اشوط الكورة؟ I can kick the ball. طيب نشوف بعد كده، امال ده بيعمل ايه؟ ده بيرمي الكرة، يبقى اسمها throw. يحدف الكرة بايده كده او يرميها، اسمها throw. طب انا بقدر احدف الكرة؟ I can throw the ball. طيب امال ده بيعمل ايه؟ ده بيلعب فوتبول. بيلعب ايه؟ فوتبول. ده بيلعب فوتبول يعني كرة قدم. بيلعب كرة قدم. فوتبول يعني كرة قدم. I can play football. أنا بقدر ألعب إيه؟ كرة قدم. I can play football. طب نشوف اللي بعد كده، أمال دي بتلعب إيه؟ بتلعب باسكت بول اللي هي كرة السلة. باسكت بول، يبقى دي بتلعب باسكت بول، نقول ايه؟ I can play basketball. طيب امال ده بيلعب ايه؟ شطار خالص، بيلعب كاراتيه. بيلعب ايه؟ كاراتيه. يعني يقول I can play karate. طيب امال دي بتلعب ايه؟ بتلعب تنس. الكرة الصغيرة دي اللي بنضربها بالمضرب اسمها التنس. بتلعب ايه؟ تنس. يبقى I can hit the tennis. ونقدر برضو نقول عليها I can play the tennis. بس hit the tennis يعني عشان يضرب الكرة بالمضرب، يعني I can hit the tennis. hit يعني يضرب الكرة بالمضرب. I can hit the tennis. طيب نشوف بعد كده دي بتعمل ايه. صح، بتسبح او تعوم، اسمها swim. بتعمل ايه؟ swim. I can swim.
I can swim. طيب at sports club يلا نشوف النادي اللي بنلعب فيه الرياضة بيكون فيه ايه. يلا بينا. اول حاجة فيه ايه؟ فيه hit، يعني واحد بيضرب الكرة بالمضرب. hit hit يضرب الكرة بالمضرب hit. طيب فيه ايه كمان؟ فيه واحد skip. skip يعني skip يعني يقفز بس بايه؟ بالحبل. skip skip. طيب وفي ايه كمان؟ وفي راكت. راكت اللي هو المضرب. راكت 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 يعني مضرب. طب نشوف ايه تاني؟ دي اسمها باسكت. باسكت اللي هي السلة اللي بنحذف فيها البول. بس باسكت 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 باسكت. طيب ونشوف ايه كمان؟ نشوف تيم. تيم تيم يعني فريق، فريق واحد. تيم تيم يعني فريق. طيب سؤال ليكوا بقى يا سنة تانية. I can نقط the football. I can نقط the football. I can ايه؟ I can kick. برافو عليك، بيشوط برجله اهو، يشوط برجله يعني kick. I can kick the football. I can kick the football. طيب سؤال الهوم وورك الشاطر اللي هيحلوا هيكتبوا لي في التعليقات. I can نقط the tennis. I can نقط the tennis. هتكتبوا لي في النقط دي الكلمة اللي أنا عاوزاها، والشاطر اللي هيكتب لي الكلمة الصحيحة في الهوم وورك أو في التعليقات. شكرا لكم يا حبايبي، كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية، وما تنسوش لايك والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد يا سنة تانية. وجود باي يا سنة تانية.